يعتبر التكوين المهني وسيلة للتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي، كما هو وسيلة لتطوير قدرات المواطنين لسد الثغرة بين الأداء الفعلي والمستوى المطلوب، وبالتالي ترقية سوق الشغل وتأهيله. مشاهدينا، مرحبا بكم في العدد السادس من برنامج نقطة حوار، والذي سيتحدث اليوم عن التخصصات ومختلف الأشياء الجديدة في مديرية التكوين والتعليم المهنيين. يحضر معي اليوم السيد عبد الكريم إدريس، مدير التكوين والتعليم المهنيين. أهلا وسهلا بك سيدي، وشكرا على قبول دعوة قناة الهضاب. أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على الزيارة والالتفاتة الطيبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. مرحبا بك سيدي. إذا بداية نتحدث عن الهياكل لمديرية التكوين والتعليم المهنيين، كيف هي وكيف تسير؟ شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ولايتنا ولاية سطيف أو قطاع التكوين وتعليم المهنيين بالولاية تضمن أو يشمل 54 هيكل أو مؤسسة تكوينية، من بينها 17 مؤسسة خاصة. من بين 36 مؤسسة عمومية نجد 5 معاهد وطنية متخصصة، 28 مركز تكوين مهني، و2 معهدين للتعليم المهني، ومعهد وطني جهوي معهد جهوي ليضم المقاطعة لتشمل 9 ولايات. هذا فيما يخص الهياكل. وإحنا في طور الإنجاز لثلاث هياكل أخرى، ثلاث معاهد، لمعهد السياحة ببقعة، والسمع البصري ببلدية سطيف في شبل قداد، وأيضا معهد وطني متخصص بالعلمة. إن شاء الله في قيد الإنجاز إن شاء الله. نتحدث الآن عن التحضيرات لدورة سبتمبر 2022-2023، كيف هي التحضيرات لهذا الموسم؟ والله كل بعد استكمال الدخول لدورة مباشرة نبدأ بالتحضير للدورة الأخرى، ليكون في علم الجميع بأن قطاع التكوين له دورتين في السنة، دورة فيفري ودورة سبتمبر. هنا بعد نهاية إتمام الدخول لدورة فيفري، مباشرنا مباشرة في إعداد خاصة مخطط التكوين لدورة سبتمبر. ومن أجل إعداد مخطط التكوين يجب علينا المرور بعدة مراحل. هذه المراحل نتيجتها وهي تجسيد الفعلي والميداني لمقاربة أو معادلة تكوين تشغيل. ومن أجل الوصول وتجسيد هذه المقاربة يجب علينا العمل، وعمل كبير ومتواصل، من أجل تجسيد هذه المقاربة. وهذا العمل يتمثل من بين الأهداف أو من بين المحاور، وهو الحملة التأسيسية لتبدأ على مستوى المؤسسات، وبعد تخرج خارج المؤسسات. وعندما نتكلم ونقول خارج المؤسسات، نقول إلى الشركاء الاقتصاديين، إلى المجتمع المدني، إلى الغرف، إلى غير ذلك، بدون أن ننسى الأسرة الإعلام اللي هي قاطرة
لتوصيل الإمكانيات المادية والبشرية لأبنائنا لبناتنا لتوفر عليها القطاع التكوين. نعم، هناك كذلك اتفاقيات تساهم في هذه الحملة التحسيسية، حبذا لو تتحدث عليها. ولا قبل ما نتكلم على الاتفاقيات نكمل شوية في الحملة التحسيسية، لأنها هي القاطرة. نعم. وهي اللي راح تسمح لنا به نشوفوا احتياجات سوق الشغل من خلال هذه الحملات واللقاءات اللي قالت قبل إعداد مخطط التكوين، ومن خلال متزامنا مع الحملة، لأن الحملة تجي قبل إعداد مخطط وبعد إعداد مخطط التكوين، بعد قبل مخطط التكوين، وهو للكشف عن احتياجات سوق الشغل من طرف المؤسسات الاقتصادية، الخدماتي، الغرف، المجتمع المدني أو الهيئات العمومية مثل مديرية التشغيل، مديرية الأشغال العمومية، لوبي جي، مديرية السكن إلى آخره، إلى السياحة، الفلاحة إلى آخره، قطاعات عديدة، قطاعات وخاصة ثاني أيضا الغرف. هذه من جهة، ومن جهة أخرى عندنا لقاءات مع هذه الآيات مع بعض الشركاء الاقتصاديين وأيضا أجهزة دعم التشغيل. عندما نتكلم على أجهزة دعم التشغيل خاصة الوكالة الولائية للتشغيل، لأن وتطبيقا للقانون 0419 جميع أو التوظيف يكون يمر على هذه الوكالة، ولذلك يوجد تخصصات غير موشودة، وهذه التخصصات من خلال اللقاءات يعطيها لنا وإحنا نتكفلوا بهم ونحطها في مخطط التكوين. جميل. الحملة بعد المصادقة على مخطط التكوين، والمصادقة الأخيرة هي اللجنة الولائية للشراكة اللي ترأسها السيد الولي، نقوم بحملة تحسيسية ترويجية إعلامية لأبنائنا لبناتنا وخاصة الأولياء، أكيد هم الأساس. الأولياء في بعض الأولياء، وإحنا رانا في عمل مستمر لتحسيس هذه الفئة بأن التخصصات ما هيش إلا المحاسبة، ما هيش إلا الأمانة، ما هيش إلا المكتب. سوق الشغل محتاج إلى يد عاملة مهنية كفأة. احنا اليوم والحمد لله الولاية تاعنا راهي تصدر بخمس معاهد وطنية متخصصة، و28 كما تكلمت من قبل 28 مركز تكوين، يعني هذا شيء لتفتقروا عدة ولايات، ولذلك يجب علينا التكفل بجميع الشرائح داخل الولاية أو خارج الولاية. نعم، تحدثت سيدي عن التخصصات التي عرفت إقبال في معاهدنا بولاية الصيف، أكيد خاصة في التقني السامي، حبذا لو نتحدث كذلك عن هذه التخصصات، لأنه المشاهد الآن متعطش لمعرفة التخصصات وكذلك جل أقول التخصصات التي استحدثتها ولاية الصيف. فيما يخص التخصصات، توجد بعض التخصصات ومن خلال الاتفاقيات التي أبرمت كانت احتياجات هذه المؤسسات في بعض التخصصات اللي أدرجناها في هذا المخطط. نذكر منها تحويل الحليب، في نمط التمهين. هذا النمط اللي خد بالقانون 18/10 للدولة الجزائرية أعطته أهمية وأولوية، لأن هذا النمط هو اللي خلى الاقتصاد العالمي للدول الغربية ناجح ومتطور، وهذا هو النمط، ويجب علينا جميعا كقطاع أو شركاء أو أسرة إعلام العمل لإنجاح هذا النمط من التكوين، وهو نمط التمهين. سوف نعمل سويا لإنجاح ويجب إنجاحه.
تكلمنا على فيما يخص تحويل الحليب، وهذا في نمط التمهين، تخصص جديد، تخصص في نمط في المستوى، على مستوى المستوى، لأن تحويل الحليب كان على مستوى خامس، يعني تقني سامي. اليوم بعد طلب بعض المؤسسات لهذا المستوى، راحين احنا ندير لهم، ودرناه ودرجناه في مخطط التكوين لدورة سبتمبر. ايضا مراقبة نوعية المواد المطهرة ومواد التجميل، هذا نمط جديد في المستوى تقني سامي. حماية النباتات، اليوم ويعرف الجميع بأن الاسباس فير أو البيئة أو المحافظة على البيئة، هذا يعني بحاجة أولا، وهذا مهمة الجميع، ومهمة الجميع يجب توعية، يجب تكوين، وإحنا في هذا الصدد. أيضا رسم دراسات في الإنشاءات المعدنية، هذا مستوى رابع ولكن حضوري، في نمط الحضوري. هذم أربع تخصصات في هذه الدورة، كانت 11 تخصص جديد في الدورة الماضية أو دورة فيفريه. هذه من جهة، من جهة أخرى، وجواب للسؤال، جواب لسؤالك فيما يخص التخصصات، لشفت إقبال كبير وخاصة على مستوى المعاهد، يعني المستوى الخامس تقني سامي. احنا تكلمنا على مخطط التكوين ولكن ما تكلمناش على عدد العروض. احنا العروض في هذه الدورة تقدر ب 13,549 منصب بيداغوجي. اليوم رانا مسجلين او المسجلين التسجيل النهائي وهو 11,146. نعطيك تعداد للمزاولون. المزاولون رانا في 18,738، واللي خرجوا في الدورة الماضية وهو 7,046، 7,000 متوج بشهادة، و 1662 هو تكوين تأهيلي. هذا فيما يخص، هذا فيما يخص تعداد أو العروض أو المناصب البيداغوجية لدورة سبتمبر، والمستجلين للدورة، والمزاولين اللي راحين يوليو يدخلوا أو 18,000، والمتخرجين لحوالي 9,000 بين متوج بشهادة وتكوين تأهيلي. أما فيما يخص التغطية، احنا عندنا، وهذه معلومة لازم العام والخاص يعرفها، المدونة قطاع فيها في التخصصات فيها 498 تخصص، شيء 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 أكيد كبير كبير، و23 شعبة ما شاء الله، يعني جميع. وهذه المدونة قابلة للإثراء، يعني كل مرة شريك اقتصادي يجيب تخصص، كاين إجراءات، كاين برنامج، ناس مختصين، كاين معاهد مختصة، هما احنا نوصلوا المعلومة وهما يقوموا الواجب، وإحنا من بعد في مخطط التكوين نزيدوها. نعم، هذه من جهة. احنا اليوم رانا نغطيو أكثر من 126 تخصص، وهذا فيما يخص المتوج بشهادة، و25 تخصص تكوين تأهيلي، يعني حوالي أكثر من 150 تخصص. الشعب هنايا رانا في 20 شعبة على 23 اللي نغطيه على مستوى الولاية تاعنا. كاين بعض الشعب اللي شفت إقبال كبير، وكما تكلمت من قبيلة، وخاصة في المستوى التقني سامي المستوى الخامس، وهو خاصة في شعبة البناء والأشغال العمومية. كان هناك إقبال كبير، إقبال كبير في خاصة في اختصاص تركيب الصحي والغاز في المستوى هنا مستوى اثنين، يعني مستوى الثاني، واختصاص مسير أشغال لكوندكتير ترافو أشغال البناء مستوى خامس. أيضا شبكة كهرباء والإلكترونيك، يعني تخصص الآلية والضبط مستوى خامس، يعني شفت إقبال كبير. تخصص الكهرو التقني
يعني ما شاء الله الشباب تاعنا عرفوا بأن المستقبل تاعهم ليس في المحاسبة، ليس في في تسيير الموارد البشرية، ليس في 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 بعض في بعض في بعض التخصصات اللي تشبع بهم سوق الشغل. تؤهلهم دركا هذه التخصصات اللي الشاب تاعنا الحمد لله توعى ولا واعي وفطن، قال لك انا ما نحوس على البرستيج، انا نحوس بعد نهايه التربص نلقى منصب عمل او نكون حامل فكره مشروع نروح نجز المشروع تاعي في الميدان. هذا من جهه. ايضا كاينه شعبه الاعلام والرقمنه، كاين خاصه كما تكلمت في المستوى الخامس كاين اختصاص قاعده المعطيات واختصاص مطور ويب، هذم يعني شافوا اقبال كبير. بدون ان ننسى وهذا هو الشغل الشاغل للعالم كامل وهو الصناعات الغذائيه. والصناعات الغذائيه راح تولي هي القاطره. هنا نشوفوا اقبال خاصه في مراقبه النوعيه في الصناعات الغذائيه. والاختصاص الثاني مراقبه النوعيه يعني الكونترول تاع الكاليتي فيما يخص المنتوجات الغذائيه. هذا من التخصصات اللي شافوا اقبال. انا عندنا خمس معاهد، في خمس معاهد يعني رانا اكثر من 120% من الاحتياجات اللي درناهم. نعم يعني جانا عدد كبير ما شاء الله. يعني قلت لك وتكلمت يعني قراءه اوليه وبسيطه عرفت بان الشاب الجزائري بناتنا بداوا يتوعوا وبداوا وفطنوا به في تخصصات اللي مقابله بعد التكوين تؤهلهم مباشره لوظيفه او انجاز مشروع. ما شاء الله. من التخصصات سيدي الفاضل نعرج إلى الحملات التي تقوم بها مديرية التكوين والتعليم المهنيين. نتحدث سمعنا أنه ستكون هناك حملة نظافة تحت شعار دخول مهني في محيط نظيف وسليم بالتنسيق مع مديرية البيئة. ماذا ستقوم أو ما هي الأشياء التي ستقومون بها في هذه الحملة أو بالموازاة مع هذا الشعار؟ وهذا تنفيذا هذه الحملة كانت حملات قبلها. كان الحملة الأولى هي حملة أو قافلة درناها من 26 جوان إلى غاية 31 جويلية 2022. هذه الحملة اللي غطت 16 دائرة، 42 بلدية، 143 من المداشر والقرى، و150 تجمع سكني. وزعنا قصاصات مطويات وديل ولائي، هذا بمشاركه اجهزه لاناد، لانام، لونجام، الغرف الفلاح الصناعه، الغرف التقليديه، الصيد البحري، قطاع الصيد البحري، المصالح الفلاحيه، تشغيل الغابات، ديوان جهوي للتعليم والتكوين عن بعد، والكشافه بحضور الكشافه والجمعيات. وايضا الاسره الاعلاميه اللي ترافق فينا، والحمد لله رب العالمين عندنا علاقه طيبه، وهما كما تكلمت وهذا الكلام اللي نقولوه نمن به، هما مفتاح لقطاع التكوين لابواب مغلوقه وما نقدرش نوصلها. بدون اسره الاعلام ما نقدروش ندخلوا الى بيوت اسر ونوصل لهم الرساله. صح، يعني هذا هو الهدف الاساسي، هو ايصال كل المعلومات للمشاهدين واثراءهم اكيد. لا، فيما يخص هذا التنفيذ لتعليمات الوزاره هو تحت شعار دخول مهني في محيط نظيف وسليم بالتنسيق مع مديرية البيئة وأيضا المجتمع المدني من كشافة وجمعيات ومنظمات. والحمد لله بدأت انطلقت بستة أكتوبر وإلى غاية 9 أكتوبر
كان الجامعات المحلية بدون أن ننسى الجامعات المحلية اللي ساهمت بقوة في هذه الحملة. والحمد لله اليوم جميع أو كل مؤسسة المحيط تاعها راهو شعار تجسد ميدانيا. وحنا رانا نقوموا بدورات كما نقولوا حسب الكل على مستوى المؤسسات تاعنا، ورانا نشوفوا مع بالتنسيق مع مديرية البيئة. والحمد لله المؤسسات تاعنا ما نقولوش غير الحملة هذه، العمل هذا من العمل مستمر. أكيد هذه حملة وطنية، ولكن العمل لازم يكون مستمر موش ظرفي. لازم أكيد. إذا حين ننجحوا، إذا حملة تحسيسية، إذا نوعية التعليم أو التكوين، إذا التوعية، إذا الإعلام، العمل هذا لازم يكون مستمر. مستمر ويد بيد بإنجاحه. اليد باليد هذا الشيء مفروغ منه. كما تكلمت أنا نقول أسرة الإعلام، المجتمع المدني وخاصة المجتمع المدني. المجتمع المدني ألا نتكلم هنا ونركز على المجتمع المدني. المجتمع المدني أفراد المجتمع، ما هوش موظفين، هما سي دي زاكت فولونتير. واحد كي يدير لاكت فولونتير راح يخدم العمل هذاك بحب. فعلا عليها راهو احنا ننسقوا، عندنا عده اتفاقيات اللي درناهم على المجتمع المدني تقدر اكثر من 15 اتفاقيه. هذا الا مع المجتمع المدني، مع جمعيات ومنظمات. ومازالوا لنا حوالي اليوم رانا تنسيق مع مديرية شباب الرياضة، مع البلدية، مع الثقافة، باه نزيدوا نسقوا مع أكبر عدد من هذه الجمعيات حتى يتسنى لنا توصيل الرسالة إلى أكبر عدد من أبنائنا وبناتنا. الآن نتحدث عن منحة البطالة، خصوصا بعد عزوف الكثيرين عن مزاولة الدراسة بمختلف التخصصات. ما هي الاستراتيجية المتبعة أو الاستراتيجية التي تنتهجونها لاستكمال تلقين الدروس في ظل هذا العزوف؟ والله احنا على مستوى الولاية تاعنا نقول احنا الحمد لله كلمة العزوف بعض الإعلاميين وبعض الزملاء وبعض المواطنين وبعض الإطارات يسألوني ويطرحوا لي هذا السؤال وفيها كلمة العزوف. أنا القراءة الأولية اللي درتها فيما يخص التسجيلات، أنا اليوم التسجيلات الأولية راح يتفوت 100%، راني في 14,000 واش أكثر من 14,000 مسجل تسجيل أولي، والتسجيل النهائي رانا في 11,000، أكثر من 11,000. يعني كي نشوف مقارنة خاطرش لازم الإنسان يقارن، سي دي دوني ستاتيستيك، لازم تقارن الدورة هذه بدورة السنة الماضية بالدورة الأخر به الإنسان يقدر يوصل النتيجة ملموسة. القراءة الأولية الحمد لله الولاية تاعنا ما عندهاش عزوف. أما فيما يخص هؤلاء الذين استفادوا من هذه المنحة، يوجد مشروع مشترك بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين. هذا المشروع احنا رانا في لقاءات جسدناه هنا على مستوى الولاية تاعنا ميدانيا. تم تنصيب هذه اللجنة اللي تكون من مديرية التشغيل، من الوكالة الولاية التشغيل، ومديرية التكوين والتعليم المهنيين. هذا تم تنصيبها في 29 سبتمبر. كانت عندنا عدة لقاءات، وكاين لجنة دركا مشتركة اليوم عندنا حوالي واحد القائمة الأولية اللي جاتنا من الوكالة الولائية للتشغيل، وهو أكثر من 31,000
مستفيد يجب علينا التكفل به فيما يخص التكوين التأهيلي من هذا التكوين التأهيلي من 3 شهور إلى 6 أشهر. في متخصصات أخرى، التخصصات كيف التخصصات؟ وهذا هو السؤال المطروح، وهو الانشغال المطروح. كما تكلمت من قبل وخلال إعداد مخطط التكوين، نحن يكون عندنا لقاءات مستمرة تنسيقية مع هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة هي اللي تقول بأن توجد لها عروض عمل، أين طالب العمل مفقودين لأن هذا التخصص مفقود، وإحنا نقوم بتكوين هذا التخصص أو هذه التخصصات. احنا الحاجة الأولى اللي راهي اللجنة الولائية المشتركة اللي راهي تعمل بها، احنا درنا القائمة هذه كما تكلمت، احنا عندنا 54 مؤسسة أو 36 مؤسسة تكوينية عمومية موزعة على تراب الولاية. احنا رانا نشوفوا به من كلفوش هذاك الشاب والشابة، ما نكلفوهمش به يديبلاسيو من يتنقلوا من تنقلوا من بلديه لبلديه او من دائره لدائره. احنا نحاولوا نهزوا كل هذا العمل وجدناه. نعطيه مثال، نهزوا بقعه تاع بقعه ما يجيش احنا للصيف، والله يروح العين زال والله عين المان والله نتوفروا لهم في نفس احنا نوفروا لهم، نحاولوا نوفروا لهم في بقعه حمام قرقور سي لا ميم شوز، عين المان هكاك، عين الرنات هكذاك، حتى نقربوا التكوين وتسهلوا كذلك نسهلوا نقربوا التكوين احنا اللي نمشيو. نعم، قربوا التكوين الى هذه الفئه المستفيده من المنحه هذه الدولة. العمل خطاش عمل لازم يكون عمل دقيق. القائمه الاوليه جاتنا، احنا رانا في صدد اللي درنا كل منطقه او كل مركز تكوين نشوفوا الناس اللي مقيمين في هذه الجهة أو هذه المنطقة راحين نكفلوا بهم ثم. فيما خص التخصصات، اليوم كان لقاء صباح وين كاين بعض التخصصات، ولكن بعض التخصصات اللي كان راهي مفقودة أو اليد العامل المؤهل مفقودة، احنا راح نكونهم. هذه من جهة، من جهة أخرى إن شاء الله احنا نحاولوا بها في الدخول اللي راهو إن شاء الله الدخول الرسمي ب 17 أكتوبر أن تكون عندنا فروع لتنطلق مع انطلاق السنة التكوينية 2022-2023. نذكر كذلك أن الدخول التكوين سيكون 17 أكتوبر إن شاء الله. شكرا لك سيدي على كل هذه المعلومات، بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام عدد اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، أطيب المنى وإلى اللقاء.